في الشأن الليبي، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان الانتهاء من إعادة توحيد مصر في ليبيا المركزية. وأشادت البعثة الأممية بمحافظ مصر في ليبيا المركزي ونائب المحافظ لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف والالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهذه المؤسسة الوطنية جراء الانقسام. كما أعربت بعثة الأمم المتحدة عن أملها في أن تساعد عملية إعادة توحيد مصر في ليبيا المركزي على إعطاء زخما جديدا لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد تلبية لتطلعات الشعب الليبي.